النمسا تسجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ سبعينيات القرن الماضي. الحكومة تعتزم إلغاء كافة تدابير كورونا بحلول الصيف. النمسا تستثمر في مخزون للغاز الطبيعي يكفيها لثلاث سنوات. شركة OBB للقطارات تشجع على العمل لديها وتقدم حوافز كبيرة للتدريب. مقاطع إباحية لأطفال تقود ممثلاً بارزاً في النمسا للمحاكمة. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. سجلت النمسا العام الماضي تضخماً سنوياً بنسبة 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ سبعينيات القرن الماضي. قال المدير العام لمكتب الإحصاء النمساوي توبياس توماس: ساهمت كل من فرامل أسعار الكهرباء التي أقرتها الحكومة والانخفاض الحاد في أسعار الوقود في هذا الانخفاض الشهر الماضي، ولفت إلى ارتفاع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15.7% ديسمبر الفائت. تعتزم النمسا إلغاء قوانين كورونا خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما باتت مستعدة لمواجهة الوباء من حيث توفر اللقاحات والأدوية. وأعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ إعادة تنظيم إدارة الوباء وتكييف قانون فيروس كورونا الذي أصبح غير مناسب للوضع الراهن، وأبدى المستشار النمساوي كارن ياهامر تأييده لإعلان الوزير، موضحاً أن الوضع الوبائي الراهن أصبح يسمح بالتخلص من إجراءات وقيود كورونا، فيما ألمح عمدة فيينا عن إمكانية إلغاء القيود في الربيع المقبل. أعلنت شركة ADX Energy المتخصصة في التنقيب أنها حصلت على ترخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة منتزه مول في النمسا العليا، حيث تقع المنطقة على مخزون ضخم من الغاز. وحسب ما ذكرت ORF، سيبدأ العمل في الربيع، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز تكفي النمسا لثلاث سنوات، وتوجد محمية طبيعية على بعد أمتار من الموقع، فيما تحاول المدينة الصغيرة مكافحة المشروع لأنه يضر بالبيئة، حسب قول عمدة القرية أندرياس روتسمان. أعلنت شركة القطارات النمساوية OBB بحثها عن 2000 موظف جديد هذا العام في النمسا السفلى وفيينا وبورغنلاند، وذلك لأن 5 موظفي الشركة سيتقاعدون بحلول عام 2027. ووفقاً للشركة، فإن معظم الوظائف تشمل سائقي القطارات والعاملين والحمالين والفنيين، إضافة إلى الحاجة إلى 380 سائقاً لخدمة بوست بوس في جميع أنحاء النمسا. وتعتزم الشركة تقديم مبلغ 5000 يورو للمتدربين إضافة لهاتف ذكي حديث. أعلن التلفزيون النمساوي أنه سحب من برامجه الأعمال الفنية التي يشارك فيها ممثل يظهر حاليا في فيلم كورساج، بعدما أقر بحيازته مواد إباحية لأطفال. وذكرت قناة ORF أنها ستمتنع فوراً عن إنتاج وبث أعمال يشارك فيها الممثل فلوريان تايتش مايستر، وأعلن محامي الممثل توجيه اتهام لموكله الذي اعترف بذنبه وسيخضع للمحاكمة فبراير المقبل. وقام الممثل بنشر كميات كبيرة من المواد الإباحية التي تنطوي على استغلال الأطفال، ومن الممكن أن يواجه السجن حتى عامين. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. أمسية سعيدة، إلى اللقاء.